كفيت مغيب عن الكل مشان مو كل ما واحد صادفني يفتح لي نفس السيرة ويزيد همي وخيبتي وغلبي. ليك رجعت لنفس الرغي، لنفس الأسئلة اللي هربت مشانها. لا عاد قلت له لحمزة من ساعة ما وافقته أجي معه على الشام وحلفته اوعك تفتح سيرة كيف مغيبي المخلوق. قام ليكو طلع فاضح الدنيا كلها. داخل من سق ونقى العالم. طيب احكي لي. ما في شيء. يلي كنت عامل حسابه. طول بالك. كيف؟ لك كيف بدي هدا والبشر ما بتم بالفولة بتمه وكيف؟ لك انت عرفتي ليش شربت انا يا عمال الشام؟ عرفتي؟ بس انا ما بدي اياك تهرب. ايه وبخلي كل الخلايا تقعد تبخوش بجسمي على قال وقيل وسق ونق وكلهم يعيروني انه انا مالي رجال. انت رجال وسيد الرجال. لك حاجة تاكلي بعلي حلاوة بقى. حاجة انا مالي رجال ولو رجال كنت قدرت تجيب ولد. لا طلال ما دخل الولاد. لو القصة بالولاد كان الارنب سيد الرجال. لكن يا مال الشام ليش انا؟ ليش انا دول كل الخلايا؟ ليش؟ حكمة الله. حكمة ربك. لا اله الا الله. محمد رسول الله. حكي لي يا مال الشام. مين في رجال على وش هالمعمورة؟ ما بينادوا له ابو فلان وابو علتان الا انا. لا بس الله كريم. الله كريم كثير يا طلال. ملوك وحكام وانبياء ورسل الله رزقهم بعد عمر طويل يا طلال. بس انا ما مني رجل. بس الشغله بايد الله ما لها بايدك. استغفر الله العظيم يا ربي. سيدنا زكريا عليه السلام وهبه الله عز وجل سيدنا يحيى على كبر. بس انا مالي نبي. مالي نبي. ورب العالمين ما خص الأنبياء. حسبي الله ونعم الوكيل. أنت حط عينك بعين الله وكل شي بدك إياه بيصير. أنا رأيتك هيك مثل ما أنت. أنت كل شي، أبي وأخي وجوزي كل حياتي. زوجك آخ آخ. سامع طبيب النمل يا مفرق أصوات البشر يا معز يا جبار تجبر خاطر كل مكسور. اتجوز ما اتجوز؟ معقول بعد الكبرة جبة حمرة؟ معقول أنا اتجوز شوفير؟ بس والله أبو يحيى ما في مثله وابن أحلى مناس. إلنا عمره بنعرفه وما شفنا منه قلك الخير. شو ساوي يا ربي؟ شو ساوي؟ يا ربي شو ساوي يا ربي؟ والله محتارة.
أيوة حاضر سيدي، أمركم سيدي. رح سكر المحضر وسجله ضد مجهول. أمرك أمرك سيدي، مثل ما بدكم سيدي. تحياتي. سكر المحضر ضد مجهول؟ شو القصة؟ ومنين؟ من البرلمان؟ أكيد في أن القصة لحتى البرلمان يتدخل. يلا بخاطركم يا جماعة دعولنا. يلا بخاطركم. وينك يا عزمي يا عصيتي؟ تعي نحضر الفطور. يلا لاحقتك. يلا هلا وقت فطورك، ريتك تاكلي سم الهار إن شاء الله. شو بدي أقول للخانم الثانية هلا؟ شو بدي أقولها؟ ادخل. سيدنا السيد نور الدين القنواتي على الباب. خليه يفوت. حاضر سيدي. سمعت شو قلت لك؟ إجاني ناس هلا. تفضل. احترامي سيدنا. تحياتي. اهلا وسهلا. الله يخليك يا رب. اهلا وسهلا ابو طالب. تحياتي حضرة المحافظ. اهلا وسهلا فيك يا عم نسيبي سيد حسان دلاتي. اهلا وسهلا فيك وبنسيبك. الله يسلمك. تفضل. شكرا. شكرا شكرا الله يزيدك شرف. وصينا حالك. حارس. اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ اهلا يا ابو طالب. الله يخليك يا رب. نسيبنا ضابط بالجيش. اهلا وسهلا فيك. شو قصة التقارير اللي عم توصل عن محلتكم يا ابو طالب؟ لا بتطمن ولا بتبشر بالخير ابدا. نحن جايين لهذا السبب بالذات يا جناب المحافظ، وبنتمنى انك تسمعنا للاخير يا حضره المحافظ. تفضلوا. على مهلك. الحكيم اللي بده يركب دواء يا ابني بينزل المحلول نقطه نقطه، ما بكتير. على مهلك. حاضر. نقطه نقطه. تفضل. لا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع، على هالطاوله لا تقرب، واذا بشوفك مادت ايدك بكسرها، فهمان؟ حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوعى راسك. السلام. يلا يا رب. شو هذا هو؟ لك شو هذا؟ دولاب الجرغ تبعي. بعرف دراب السخن، ليش جايبه لهون؟ بحطه بالمحل. لك يا ابني يا حبيبي، هي دكان حلاقه مو محل حداده. ايه بعرف، بس انت مو حلاق. بلا. ما عندك موسى حلاقه. بلا. ما بده جلغ كمان. بلا. معناته دولاب الجلغ. مين حط جنب كرسي الحلاقه؟ حبيبي على هالطرنه. يعني ابو الهول بده يشاركنا بالمحل؟ ليش ما خبرك الوالي؟ لا والله ما خبرني. شو السيره يا بي؟ محسوبك صار حلاق، واليوم اول يوم دوام عنده. ابو الهول يصير حلاق وعنا هون بالمحل. اليوم هو اليوم حيبلش الشغل عنا. ايه اليوم حيبلش الشغل عنا. مو عاجبك؟ بكره بدي احط ارما كمان بالمحل. ابو الهول للجلخ والحلاقه. يا حبيبي تعال اجلخك. تعال. والله انت مو الحق عليك. انا الحق عليك. ابو الهول طولوا بالكم يا ابو. حتى ضمن الظروف اللي شرحنا لك اياها يا جناب المحافظ، ظروفك كان لازم تحلها لوحدك يا ابو طالب، وظروف العمل شيء ثاني. انت اكيد ما اضطرتها تتفرغ لظروفك ومشاكلك على حساب العمل. ما اكيد. وانا بقول لك اياها بصريح العباره، وسبق ووجهت لك ملاحظه من قبل، ومن وقتها لهلا ما تغير شيء ولا ظهر اي انجاز. سيدنا انا اللي طمع جنابكم. تفضل. مهله شهر زمان وبعدا منا تحت امركم، شو بتكون؟ انا تحت الحق. بدنا اياها من حضرتك. شهر واحد. الموضوع مو بس بيدي يا جماعه. جناب المحافظ، انت كبير واسمك كبير وبتقدر تاثر على هيئه المجلس وعلى الحكومه. طيب ولا يهمك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. شرفتك. الله معك. على كل حال انا بانتظارك نهار الثلاثاء 12 ونص. اهلا وسهلا وجيهه. يعطيك العافيه دكتوره انطوان. اهلا وسهلا. شرفتي. تفضلي تفضلي. ايه طمنينا، كيف الست ماري؟ والله مدام ماري بعدها باليونان. والله الظاهر طابت لها العيشه هنيك، ما هيك؟ هيك الظاهر. دكتوره انطوانيت، ما عرفتك صديقتي مريم القنواتي. تشرفنا. اهلا وسهلا فيكي وفيها. مريم الدكتوره انطوانيت اخصائيه نفسيه. تشرفنا. اهلا وسهلا. امي جوعان. ان شاء الله بتقبر قلبي، خس الجوع. شو بدك، تفاحه ولا موزه؟
تفاحة. ايه روح تقبرني، روح خدمي. هلأ ما بنعرف شو شكله؟ الله وكيلك، وأنا كمان ما بعرف شو شكله. طب كيف بدنا نعرفه إذا لقيناه؟ رحنا الحق علينا، كان لازم نسألها للمخلوقة. والله مزبوط. بتعرفي يا ماما، هلأ وقت ترجع أختي مريم رح أنخطف أنا وياها لعند خالتي أم عفان ونسألها عن شكله. لكن مني لكن يا على شو عم يدوروا هدول الجماعة يا ربي؟ لقوا اللي بيحط العقل بالكف إنه متكتمين على هذا الشيء. وعدي خلصي يا عزمية من لمعات خانه. كان موقف سيارة الحافظ كثير منيح، معك حق، بس أنا كمان ماني قاصد بموضوع التأخير. شايف اللي صار واللي راح يصير. مظبوط عم تحكي انت عمي، بس مثل ما سمعت سيارة المحافظ، الدولة ما بيهمها الا تشوف شي بعينها. عمي انا مستعد افدي بلادي بدمي وبروحي وبمالي وبعيالي، والتأخير اللي حصل خارج عن امكانياتي وخارج عن ارادتي، وانت بتعرف وانا صرت قايلة مليون مرة والاعضوات بيعرفوا، هن اللي لحقوني على الزعامة، انا مرقت وراها. مظبوط اللي عم تحكي عمي، ومشكور السيد المحافظ اعطاك مهلة شهر، بركي بهذا الشهر بترد اعتبارك. الله يسمع منك. شرف على شرف. والله يا دكتورة أنا بتمنى طيب اليوم قبل بكرة، بتمنى منك إنك تساعديني. طبعاً كل حالي نفسية إلى علاج، بس أنا ما بدي أخفيكي، علاج حالتك بده وقت. شو هالحكي يا صفوان أفندي؟ مثل ما سمعت جنابك يا أبو طالب، هذا اللي صار. شيء محضر يتسكر ضد مجهول بقتل مخلوقة من أخيار الناس؟ طبعاً ما بصير يا أبو طالب، وصدقني أنا ماني راضيان عن هالشي، بس شو طالع بالإيد؟ هذا اللي صار. رئيس مغفر وأضرب وأطرح، رح مطالع بإيدك شي؟ شيء أنت شاهد على قتل إنسانة طول عمرها تخدم البشر. إيه بس لما بيجي أمر بإغلاق المحضر ضد مجهول من القيادات العليا، أنا شو طالع بإيدي يا أبو طالب؟ أنت شو عم تحكي يا صفوان أفندي؟ أمر إغلاق المحضر ضد مجهول إجا من القيادات العليا؟ إيه نعم. والقيادات العليا بتعرف بحيثيات الجريمة؟ بيعرفوا ولا ما بيعرفوا؟ أمروا بإغلاق المحضر يا أبو طالب. ماشي يا عم ماشي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا الشيء ما بيصير، ما لازم يصير بنوب بنوب. عمي تسكير المحضر بهي الطريقة ممكن يكون من صالحنا؟ هلا من صالحنا يضيع دم إنسانة تقية وطاهرة؟ لا عمي مو هذا القصد، بس ممكن هذا الحكي اللي صار يدلنا على الفاعل. شو الحكي؟ مثل ما عم قلك عمي، بس بدي منك شغلة، هذا الموضوع اللي صار ما بدي اياك تجيب سيرته قدام حدا، حتى قدام عيلتك. ايوه وليش بقى؟ ما بدي تصير بلبلة، لأنه أنا بدي امشي بهذا الموضوع بشكل محدد. ماشي عمي ماشي، اللي بتشوفه. على فكرة عمي أبو طالب، شو؟ أنا بشوف إنه في ربط بين الحادثتين، قضية مقتل طلال وتسكير الحادثة ضد مجهول. ايوه فمشان هيك لازم نشوف هدول الموضوعين بشكل خاص كتير. خلاص اللي بتشوفه، نلحق مشوارنا تاني. تفضل.